يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد للجزء الاخير بقى من حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي، واللي اكيد هنتكلم من خلالها عن اللي فات وعن اللي جاي، ايه اللي هيحصل، ايه التوقعات، الشكل العام اختلف ولا لا، كل دي يعني جانب بس من التفاصيل اللي هندردش فيها مع كابتن محمد حشيش نجم النادي الاهلي السابق اللي بينور الدنيا كل مره بيشرفنا. ده نوركو، صباح الفل. بونجور جدا. بونجور. انا هدخل كده يعني ستريت فورورد زي ما بيتقال. تمام. للسؤال محيرني انا شخصيا، هو الاهلي افريقيا بيختلف عن الاهلي محليا وليه؟ طبعا المفروض لا، يعني فريق المفروض لا، المفروض لا، النادي الاهلي واحد في الكل. اللي حاصل اللي حصل طبعا النادي الاهلي يعني افريقيا هو محليا عربيا، يعني في جميع البطولات هو فريق النادي الاهلي واحد، وهو الطموح واحد والهدف واحد، هو الاداء الجميل مع احراز طبعا البطولات. شفنا على ارض الواقع بقى اختلاف شويه، يعني لما نيجي نتكلم على المرحله اللي فاتت في عجاله كده. أيوة. النادي الاهلي بطولات افريقيا بطولتين ورا بعض، دوري السنه اللي فاتت، سوبر محلي، كذا بطوله، نتكلم على 5 بطولات في وقت قليل جدا جدا. طبعا اخر حاجه او اخر يعني بطوله كانت بطوله الدوري، كانت طبعا النهايه مش سعيده بالنسبه طبعا للعيبه وجهاز والجمهور. والجمهور الحقيقه كان يعني متفهم الوضع ده، ان النادي الاهلي مباراه الاخيره كان مضغوطه جدا جدا بعد موسم شاق وكبير، وكان في اجهاد واجهاد عصبي نتيجه لتلاحم المباريات والبطولات داخله في بعضها وحاجات كتيره. وبالرغم من كده النادي الاهلي كان ايكوال مع المنافس لغايه الاخر خالص، ولظروف معينه اللي اقتنع بيها او الناس كلها مقتنعه بيها، النتيجه طبعا زي ما قلنا الاجهاد، نتيجة الإصابات، نتيجة ليه برضو الفار كان مسؤول عن بعض الحاجات فيها، النادي الأهلي بشكل أو آخر يعني خسر البطولة. بس كنا متوقعين الحقيقة بعد خسارة البطولة دي أن النادي الأهلي في البطولة اللي بعدها اللي كانت بعدها على طول وهي بطولة السوبر، أن هو يعني يظهر بمظهر مختلف. النادي الأهلي خد فترة راحة، وإن كانت مش كافية بس فترة راحة، جاي من بطولة وخسران بطولة، والنادي الأهلي ما بيخسرش بطولات كتير، مش عادتنا. فكان الجمهور منتظر حاجة تانية بقى، مختلف تماما يعني بالظبط كده. لقينا الحقيقة الشكل الفني واحد، لقينا كمان يعني أنا طبعا بحمل الخسارة للجهاز الفني واللعيبة مع بعض، الاثنين مع بعض. طيب. وأول مرة يبقوا الاثنين مع بعض، ساعات نقول اللعيبة في تراخي، ساعات نقول الجهاز أخفق شوية في حاجات معينة، إنما كان الاثنين الحقيقة هما السبب الرئيسي لخسارة هذه البطولة، وإن كانت من مباراة واحدة. يمكن عشان كده هما الاثنين كمان تعرضوا للعقوب. ده أكيد، وده كان قرار سليم من مجلس إدارة النادي الأهلي. هتكلم في عجالة برضو عن الأسباب الخاصة بالجهاز والخاصة باللعيبة. تمام. لو هنتكلم على الجهاز، سماني طبعا لاعب فرقه الجيش اكثر من مره في الفتره الاخيره، ومنهم مباراه اللي هي اخيره ضمن المباريات الاخيره في بطوله الدوري، وكانوا برضو من ضمن يعني من ضمن الاسباب اللي خسرت الاهلي نقاط. طب انت قاري كويس فرقه الجيش، وحتى لو مش قاري فرقه الجيش، لو اي حد في الشارع او في يعني بيتفرج على كوره كان متوقع فرقه الجيش هتلعب ازاي؟ طيب. تكتل دفاعي وبلعب على الهجمات المرتده، يقدر ان هو يعني سرسبك كده زي ما بيقولوا لغايه الوقت الاضافي، وبعدين يوصل للهدف الاساسي اللي هو ضربات الجزاء اللي هي بتعتبر بين اي فرقتين في العالم مهما كان مستواهم 50-50. طبعا وده اللي هو اللي عمله. ما لقيناش الحلول من موسيماني، ما لقيناش التشكيل المناسب، حتى التغييرات، يعني التغييرات اللي عاملها ممكن انا ابدا بتشكيل واتفاجئ مثلا ان اللعيبه مش في حالتها، بعض المراكز فيها قلق شويه، اقدر اغير اعمل الفارق في التغيير. طبعا. انما فاجئنا بتغييرات يمكن صعبت المهمه شويه، ومنها مثلا ان هو يلعب باثنين راس حربه مع التكتل الدفاعي، يعني انت زحمت الدنيا اكثر واكثر واكثر. لو هنسيب الكلام ده كله برضو، انت فين الاعداد النفسي للعيبه قبل المباراه؟ انت خسران بطوله وداخل
بطولة هتتحسب في التاريخ وتحسب للنادي الأهلي من مباراة واحدة. صحيح. فكان لازم إعداد قوي، ما شفناش ده من خلال بقى اللعيبة. لو دخلت على اللعيبة، اللعيبة كان فيه تراخي، والتراخي ده بان. بس بمعنى إعداد نفسي إن أنا إيه كابتن حشيش، إن أنا أريحه، إن أنا أطمنه، ولا إن على النقيض إن أنا أقول له إن في بديل مكانك فأنت لازم تقدم لي أفضل شيء. يعني لو هنتكلم بصراحة، خليني أتكلم حضرتك بشفافية، إحنا عندنا بعض اللعيبة اللي ليس لها بديل. يعني لو هنتكلم عن السولية، هنتكلم عن قفشة، محمد شريف، فين البديل بتاعه اللي أنا أخشى إن أنا لو تأثرت في مباراة ما إن أنا ممكن أتركن، يعني أو منزلش أساسي بعد كده. المفترض دلوقتي في النادي الأهلي إن في بديل لكل لعيبة. لو هتبصي على كل مركز له البديل وبديل الكوفة، بس مش بينزلوا بشكل برضو. أنت عاملة انتدابات، عاملة تدعيمات دلوقتي في أكثر من مركز، تديكي أفضلية طبعا. إنما الإعداد النفسي إن أنت راجل لازم تحس بالمسؤولية، يعني زي ما أنت بتطالب بحقوقك وبتقعد كده في التعاقدات تقول أنا عايز كذا وأنا عايز كذا وأنا عايز كذا. أيوه. لازم تحس برضو بمسؤوليتك تجاه الجمهور النادي. اللعيب بيدخل في المباراة وبينسى اللي حصل، إنما الجمهور بيفضل متأثر بخسارة البطولة. بس احنا للأمانة كنا الفترة اللي فاتت كلها بنتكلم إن من ضمن المميزات الواضحة قوي واللي ليها انعكاسات واضحة هي كمان على اللعيبة، حسن تعامل بيتسو موسيماني النفسي مع اللاعبين. ايه اللي حصل بقى؟ بتيجي فترات معينه، زي ما بيبقى مثلا اوف داي بالنسبه للعيبه بيبقى اوف داي بالنسبه للمدرب. ممكن احنا جايين نعمل اوف داي يوم البطوله، يوم البطوله. ما هو ده، لان لو تشوفها كريم، العنصرين ما كانوش في يومهم. صحيح. لعيبه بعيده خالص عن مستواها. انا ما فرقش معايا ان ممكن انا ابقى يعني النهارده مش كويس، بس لازم يحسس الجمهور وحسس الجهاز ان انا بحاول. انما لما اجي في الالتحامات مع لعيبه الجيش واشيل رجلي واخش بتراقي، لا، ده بديك انطباع على طول، مؤشر على طول ان انت مفيش حماس وفي قوه وفي اصرار، اللي هو النادي الاهلي على طول معودنا عليه. ده التراخي كان ملموس جدا في ضربات الجزاء نفسها. ما ده اللي انا عايز اقوله لك بقى. القسم الثاني سي، خلاص ان احنا عدينا الشوط الاولاني والثاني الوقت الاصلي ودخلنا في الاضافي ومفيش حاجه اتغيرت. انت ضربات الجزاء، هل يعقل ان احسن ثلاثة في الفريق هم اللي ضيعوا؟ طبعا ممكن اضيع، وارد، واحسن لعيبه في العالم، حلو. بس ابقى عامل زي مثلا كره بنون، الراجل حطها جامده في جنبه والراجل توقع جابها. انما قفشه محمد شريف يعني مفيش حد، كانوا سهلين جدا خالص بشكل صعب، رغم ان الشناوي عامل اللي عليه وصد اثنين. طب انت بقى يعني ما عندكش برضه زي بقول لك الاصرار، فده مدي خلفيه ان ما كانش فيه تركيز، زي بقول لك مفيش اعداد، مش نازل اخلص الماتش. الماتشات اللي زي دي، ماتشات الكاس، بتخلص من البدايه، لان طول ما انت متعادل الفرقه اللي قدامك بتاخد الثقه عليك ويجي لها امل اكتر واكتر واكتر، انها زي بقول لك توصل للفتره اللي هي فيها 50-50. فطبعا المباراه كانت كلها يعني الحقيقه كانت صعبه، وكان يوم صعب على لعيبه وجهاز وعلى الجمهور طبعا ومجلس الاداره. من هنا بقى جت أهمية وخطورة مباراة امبارح بتاعت إمبي. المباراة كانت طبعا مع فريق قوي ومدرب وجهاز محترم، بنلعب في بطولة بقى أخرى جديدة لسه قدامنا مشوار فيها طويلة المدى. ما ينفعش النادي الأهلي يبقى دوري سوبر بعد كده كاس، ما ينفعش. فشوفنا الحقيقة امبارح اختلاف في حاجات كتير، يعني يمكن الروح كانت اكثر، الاصرار على المكسب، الاصرار على انهم يصالحوا طبعا الجمهور، تركيز من المدرب، حط التشكيل المناسب، ما بصش برضو لبعض الاسماء. لا، وده يمكن كلام كنت في برنامج قبل الماتش وقلت يعني انسب تشكيل هو التشكيل اللي فيه لعيبه واقفه على رجليها، ما اشترطش الاسماء انما واقف على رجله ويقدر يؤدي وعنده اصرار وعنده طموح. شفنا عناصر جديده امبارح لسه من بدايتها، وبدات المباراه زي احمد عبد القادر، في لعيبه اشتركت كمان، ميكاسوني برضو لعب كويس قوي، الناس كلها عمل شغل كويس وعنده اداء حلو من اول يوم. بس ماتش امبارح حظه مش كويس ان هو نزل في مباراه بتاعت السوبر، كان اللعيبه كلها وحشه فما ساعدوش. بس للامانه كان برضو مجهوده ملحوظ وانتشاره في الملعب ملحوظ. اللعيب كويس يا كريم، بيبان من لمسته للكوره ومن تحركاته و و و امبارح شفنا تغيير جدا. وكان في وانتو حلو مع ديانج برضه. طبعا
ديانج ده اللي انت قلته بقى نجم المباراه بصراحه امبارح مان اوف ذا ماتش نجم المباراه لما بيكون فايق بيبقى تقيل وبتحس ان هو فارق مع النادي الاهلي لان هو بيعمل الحاجه اللي النادي الاهلي محتاجاها لو هدخل في الحته الفنيه بتاع ماتش امبارح اولا اللي ساعد ان الاداء يبقى كويس هو الريتم بتاع النادي الاهلي اي اداء في العالم بيبقى كويس بص على الريتم لو ريتم بطيء انت عمرك شفت مباراه فرقه رتمها بطيء وكويسه لا طبعا الريتم امبارح كان سريع عشان كده النقل من الدفاع للهجوم ادى نوع من انواع الفرص والمساحات ان النادي الاهلي يهدف اكثر من مره بس لم خلينا نقول حاجه وهنقف عندها نرجع عليها بعد الفاصل لو تسمح كابتن حشيش وهي فكره التاخير برضو في احراز الاهداف وبرضو ضياع بعض الفرص السهله تمام نقول بعد الفاصل ولا متكرر بعد الفاصل بعد الفاصل سريع ونرجع ملف الاهلي والحديث مع كابتن حشيش وكنا بنتكلم عن هنا فكره يعني التأخير في إحراز الأهداف نقدر نقول كنقطة أولى والنقطة الثانية برضو في فرص سهلة بتضيع وآخرتها دي مشكلة كبيرة ممكن يعني ما تقابلهاش أو ما تحسيش بيها قوي في المباراة اللي هي متوسطة مع فرق متوسطة إنك مرة بيجيلك فرصة مرة واثنين وثلاثة واربعة فماشي الحال إنما مع المباراة القوية والفرق القوية الماتش بيخلص بفرصة أو اثنين لازم أستغلها فدي لازم برضو من الحاجات اللي لازم يركز عليها موسيماني خلال الفتره الجايه في برضو حته صغيره كده منزل بقى التهديف يعني الفينشينج اصلا في مشكله كبيره وبعدين يعني احنا شفنا اللعيبه التدعيمات الاخيره يعني في بعضهم نزلوا من اول فرصه ظهر بمستوى كويس انا حسام حسن ماتش سوبر والماتش بتاع امبارح ما حسيتش منه بالاداء المطلوب وارد ان هو يكون لسه مش موفق او لسه ما فيش انسجام انما الاصرار في الملعب مهم قوي يعني انا شفته في الماتشين ان هو جري وكده ليزي شويه وكره جيله ما نقدرش نقيم كابتن حشيش انا ما بقيموش بس انا عايز اقول له بس حاجه انطباع ممكن عايز بس اقول له حاجه ان انت كنت راجل بتلعب في فرقتك وراجل هداف وهداف الدوري في النادي الاهلي الوضع مختلف في النادي الاهلي انت مش هتيجي تلعب اساسي مره واحده لان انت في المكان لعيب كويس قوي اسمه محمد شريف وبيلعب منتخب مصر فلازم ابقى متقبل الموضوع ده وادوس وانت لعيب كويس يعني ادوس وابذل جهد كبير قوي عشان اقدر احط رجلي ده اللي عمله مع الفرق طبعا ميكاسوني ان هو من اول ما حط رجله في ارضيه الملعب ما تقدرش تتهمه بالتخاذل او بالتكاسل لا خالص امبارح احمد عبد القادر اول مباراه مع النادي الاهلي شفناه في انطلاقات ولعب وسدد على يعني عارف اللعيب ممكن ما يكونش موفق بس يحسسك ان هو عايز انما الحركه شويه كان ما هو لازم يبقى عايز ده جاي النادي الاهلي ولسه جديد بالظبط كده يعني المفروض يبصم زي ما بيقولوا كده باللهجه الشعبيه من اول ما يحط رجله في ارضيه وبعدين في حاجه كريم اللعيبه اللي هي جايه من بره مش ولاد النادي الاهلي لازم يعرفوا ان النادي الاهلي اللي في الملعب واللي قاعد بره واحد ولازم هتجيلك الفرصه من كتر المباريات اللي هياخدها النادي الاهلي في جميع البطولات لازم هتجيلك الفرصه بس الشطاره بقى لما تجيلك الفرصه اقفش فيها طبعا وخليك على مستوى طبعا النادي الاهلي ومع هذا حضرتك شايف ان التدعيمات اللي استجدت مؤخرا وعوده المعارين دول ممكن يعملوا فرق كبير في الشكل اكيد لان في حسينا من السنه اللي فاتت ان في بعض المباريات كان فيها نقص لعيبه نتيجه الاصابه وكورونا و دلوقتي في البديل يعني كان في قبل كده اماكن ما فيهاش بديل دلوقتي كل مكان فيه الاساسي والبديل الكفء بتاعه فدي حاجه تحسب طبعا اولا لمجلس الاداره ثانيا برضو للجهاز الفني لان طبعا دي رؤيه برضو جهاز فني بما ان احنا اتكلمنا طيب عن الجهاز الفني خلينا نروح لتصريحات موسيماني بالامس في المؤتمر الصحفي واحنا عارفين هو دائما بيتحدث بشكل فيه شفافيه لكن في نقاط متكرره الذكر في اي مباراه يعني سابقه كمان وهو الاجهاد كرقم واحد وتاني حاجه الحديث عن ان في لعيبه كتيره جدا بتروح المنتخب وده بيستنزف من طاقتهم ومن قدرتهم في الملعب مع الاهلي فدي نقاط
ولكن برضو قبل ما ادي حضرتك المساحه لو تسمح لي خلينا نروح للتويتس اللي عملها برضو امبارح بعد اذنكم يا جماعه موسيمالي، لان هو عمل كذا تويت امبارح برضو تمام. كان فيها رسائل حلوه يعني مش هقراها كلها، بس مثلا من الحاجات اللي لفتت نظري قال مثلا وي ويل اولسو ميك كوركشنز اون ذا ايجيبشن بريمير ليج، يعني بيتحدث عن كوركشنز اصلاحات في الفتره اللي جايه على سبيل المثال. اتحدث ايضا عن nothing precious comes home that easy way ما بيتكلم ان ما فيش حاجه قيمه بتيجي that easy way، يعني I've seen these movies before. اتحدث ان هو شاف المشاهد دي او الحاجات دي قبل كده and they all have the end او they all end the same way، يعني hence they are thrillers اللي هي يعني بتكلم ان هي النهايه بتكون تقريبا واحده. والتويته الاخيره دي اللي لفتت نظري بقى بصراحه كان يعني بيتكلم ان when god is in control no human being has the power to change it, to change his ways. فيعني لما بيبقى ربنا مسيطر او يعني كل شيء تحت سيطره ربنا ما يبقاش فيه تدخل بشري من اي حد يقدر ان هو يعمل اي شيء. فشايف ازاي برضو هو بيتكلم كلام لوجيك. اي مدرب او مدير فني في العالم اهم حاجه بقى محتاجها في البطوله اللي داخل فيها ان يبقى في اجنده ثابته ومواعيد ثابته ما بقاش فيها لخبطه وما بقاش فيها. وبعدين احنا ما بقاش القصه دي يا كريم في مثلا مباراه او اسبوع او اسبوع، انما بتتكرر كتير قوي وفجاه يعني بره بتشوف الجدول مثلا في انجلترا بتشوف الجدول من اول يوم لاخر يوم ثابت ومعروف الاجنده طبعاً. الدوليه معروفه وكذا معروف وكذا يعني انا عايز اقول لك حاجه ده بيحطوا بالحكام كمان حكم الاسبوع ال 30 فلان الفلاني. احنا هنا زي ما تقول ايه عايشين باليوميه بالحته كل اسبوع الاسبوع الجاي هنلعب لا استنوا يعني ماتشات الكاس اهي رجعت اتاجلت تاني نتيجه لظروف المنتخب. طيب ماتشات الكاس دي هتدخل برضو بعد ما الدوري يبدا هتدخل في 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 اني حته انت عندك دوري وعندك استعدادات افريقيا وعندك كاس العالم للانديه طول عربيه تجيلي يعني هنرجع نعيد اللي احنا بنقوله بقالنا فتره بالظبط كده وهندخل فيه وهندخل فيه على اصعب لين لان انت لما تستحمل سنه اللي بعدها بتتاثر فما بالك بقى تستحمل السنه الثالثه هتبقى كل العناصر يعني تعبانه جدا طبعا. فهو يعني مطلوب من موسيماني حاجه الرد على كلامه برضو ان انت عندك كم من اللعيبه لازم تحط في دماغك ان الوضع هيفضل زي ما هو هيبقى في تلاحم مباريات هيبقى في اصابات هيبقى في الحاجات المعتاده فلازم انت تاهل اللعيبه كلها ان 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 يبقى عندك 30 واحد في الملعب بيلعبوا ما اقدرش اعتمد مثلا على قفشه بس طب ما هو قفشه ده وارد ان هو ما بلاش لا قدر الله اصابه انه يتعب طبعا. يبقى مجهد فين البديل ما هي دي بقى النقطه هي. وبعدين البديل اللي هو ما يبقاش نازل يعني قاعد بقى له فتره ويعني الناس تحكم عليه وما يبقى في صوت يبقى مجهز بشكل لازم يبقى مجهز كويس جدا جدا ولازم يبقى اهل ان هو يلعب ورجله في الملعب. كذلك العناصر كلها من اول حراسه المرمى كمان الشناوي الواحد برضه مشفق عليه شنو اكتر واحد بيبقى موجود في الملعب يعني اللعيبه بتتغير هو مستمر على طول ومستمر في النادي وفي المنتخب عليه عبء كبير طبعا. فلازم برضه يبقى فيه البديل اللي انت لو لقيت فرصه معينه ما تقولش بقى اصل انا المباراه دي حساسه ما كل مباراه صعبه ايوه وكل مباراه أيوة. حساسه واي ماتش في الدوري المفروض ان انت تكسبه عشان تفضل على القمه فانت حط في دماغك انك لازم يبقى فيه لعيبه جاهزه كل المراكز يبقى فيه الاساسي والبديل والبديل ده لازم يلعب وياخد على الاقل حد ادنى من المباريات اللي تؤهله انه يبقى موجود ما بقاش بنازل مخضوض. وطبعا كمان مع الاحترام لكل الفرق المنافسه كل الفرق اللي بتواجه النادي الاهلي في بطولات مختلفه الحقيقه جمله ان دي مباراه صعبه مش لايقه على ان احنا اللي نقولها غالبا المفروض يعني يبقى الفريق المنافس هو اللي بيقولها لان انت بداخل يعني بتلعب فريق تقيل بحجم وثقه للنادي الاهلي بالظبط مش لايقه علينا ان احنا اللي نقولها لا يعني. طبعا ما اقولش النادي الاهلي طبعاً. المفروض ان هو في حته ثانيه زي ما بيقولوا عنده كم من اللعيبه خبرات وعلى مستوى عالي ولاعيبه محترفه جامدين قوي فالمفروض ان هو مع اي فرقه لا امكانيات الفرقه زي النادي الاهلي ولا شعبيه الفرقه زي النادي الاهلي اي فرقه في مصر طبعا. فانت المفروض ان انت تبقى مؤهل نفسك برضو على الظروف اللي حصلت السنه اللي فاتت انك تيجي تضغط لان انت السنه اللي فاتت ربنا كرمك واستمريت لغايه اخر مباراه نهائيه في بطوله افريقيا يمكن المنافس
خرج قبلها وخد فترة راحة هي اللي نفعته في الفينش بتاع الدوري طبعا. انما النادي الاهلي لازم يحط بقى في اعتباره انه المفروض هيكمل لغايه الاخر ان شاء الله خد البطوله وعنده كاس عالم اوريدي للانديه. يعني احنا لازم نركب مواتير للعيبه على فكره، بس لازم الناس تبقى متفهمه القصه دي ويتقبلوا ان اللعيبه كلها تبقى أوه. في الملعب. نورت الدنيا كابتن حشيش، بنسعد دايما بوجودك معانا. انا والله كمان مبسوط ان موجود معاك. شكرا لحضرتك كابتن حشيش، شكرا لحضراتكم على متابعتنا. الحلقه النهارده خلصت، كانت بدايه الاسبوع، نشوفكم ان شاء الله بكره 10 الصبح في الاهلي.